السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم شباب؟ رجعنا فيديو جديد وحلقة جديدة عن لعبة محاكي المزرعة. والله اشتقت لكم جد يا شباب، كثير صار لنا 4 أيام ما نزلنا فيديو، والله اشتقت لكم كثير كثير مو قدر. المهم بحكم اليوم راح يكون يوم سبت طبعا، انتم شفتوا الفيديو، فالفيديو هذا راح يكون عن محاكي المزرعة، فخلينا نبلش بالفيديو ونحكي تفاصيله ونحكي كامل بالفيديو. طبعا انتم شايفين بالبداية انه انا هون ليش؟ عشان تتذكروا الحلقة الماضية حاسس حطينا هذا بقلبه شواندر سكري وعم نستنى النتيجة تبعه. طبعا انا قبل شوي رحت عبيته شوي، لانه شوي يعني ناقص وما في يعني 13,000 هون، والطرف الثاني يمكن 50,000 تقريبا على ما اتوقع، وطبعا صار لي نص عم بلعب تقريبا، وهون 53,000، وفي عندنا هون شلت الحصاد، هي غيرت محلها، بلشت هون تقصد الارض، وفي هون كمان مكان حطته يعني وفي هون حصدت، وبعد ما حصدت هون انتبهت انه هنيك، تتذكروا انتم الفيديو الماضي يعني تكون هون صار الحصاد، فبهداك المكان كان طالع وراح يحترق ويخرب، فرحت حصاد شغلت حصادين خط، بعدين رجعت هنيك شغلت، بس خلص هنيك اجيبه كمل هون. المهم شو راح نعمل بهذا الفيديو؟ والسؤال الاهم في كل الحكي هذا، اول شيء راح افضي هاي التريلا لاني لي شغل فيها، يعني اتس اوكي، فين نحتاج التريلتين، هاي تريلا وسيارة الشحن الموجودة هنيك الثانية. فخلينا نروح نفضيها عند بالارض اول شيء، وبعد ما نفضيها بنحاول ناخذ كميه من البضاعه الموجوده ونشوف وين نصرفها، تمام؟ وفي نهايه الفيديو مو قلنا لكم رح نعمل ريفيو للارض اللي نزلتها، طبعا حملتها هسه ما دخلت عليها ما بعرف شو عنها ابدا، فهلا بس خلصنا هون تقريبا 4-5 دقائق انتم رح تشوفوا الفيديو، بعدين رح نقلب لهنيك ونسوي لها ريفيو ونتفرج على الارض ونشوف ايش فيها ايش ما فيها، وانتم تقرروا بالتعليقات ننتقل او نبقى في هذا الارض، تمام؟ هي نمبر 1، هي مشان موضوع هذا الفيديو بس، تمام؟ بس انا توني هنا هيك تاني كبارك، ف يعني هيك بارك مع حالي، وانا 4-5 ايام صار لي مالي جاي شايفكم، والله عم بشتاق لكم صراحه جد، يعني هيك وقت ما حد يبرك يشغل الكاميرا ويبرك هيك يحكي فيها جد، يعني هلا بالاول بيكون في هاجز، تمام؟ يعني واحد هيك شوي يتلبك وبده يظبط شعره، بده يظبط الصوت، يظبط ما بعرف ايش، يظبط مليون قصه، تمام؟ لكن بعد فتره بيصير اذا هيك يعني انه شلون بدي اقول لكم، يعني شلون هدول بتلاقيهم شلون عم تقول شلون كل يوم هدول بسووا مشاركات على السوشيال ميديا، فعلا عم بيحمل شلون بدي سكر منا رايحين، فشلون هدول بتلاقيهم كل يوم يعملوا مشاركات او كل يوم يصوروا صور، ليش؟ لان هيك او تحسهم يعني بتحس الواحد انه لازم 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 ينزل بوست، لازم يكتب، فانا صار عندي لازم انزل لكم فيديو، مع انه والله مشغول او وكتن هيك ما بيجيني على بالي اني اصور فيديو في الالعاب، يعني بتعرفوا انتم فيديوهات الالعاب مو مثل باقي الفيديوهات، يلا بروك يلا ضحكنا شوي صدينا شوي نشره على يوتيوب، يعني فيديو الالعاب بده شغل، يعني حتى انا في انتبهت حالي كذا مره جبت في لعبه فورا نشلتها نزلتها من دون ما اعملها ريفيو، من دون ما اجربها، من دون ما افحصها، من دون ما اشوف عنها اي شيء، نزلتها مباشره نشرتها، فبتحس الفيديو شوي سامج اول شيء، ثاني شيء ما بتحس هيك الكرييتيف فيو، ما بتحس انه فيه لمسه ابداع او ما فيه حكي ابدا اساسا، بتحسني كله انا ماني فاهم شيء فيه. والشيء الاهم منه كل هذا كله يعذبني كثير بالموت، عشان يعني يصير فيه كثير فصلات كثير انا ساكت عم بدور اساسا بشغله ما عم بفهمها او كذا، فعرفت شنو؟ فلذلك يعني شوي الالعاب يعني صراحه متعبه، يعني اللي فكر انه المونتاج الالعاب سهل، لا هي اول شيء حبيت اخبركم عليه. المهم فلذلك فانا مو يكون مالي فاضي، فهذا كله مقدمه طبعا الحديث اللي راح احكي لكم اياه. فلذلك انا كشخص كانسان فعم بفكر انه اعمل لكم فيديوهات هيك بتكون مثل يعني حطنا هيك يوم بالاسبوع ننزل شي فيديو من اسخف شي بالحياه، بنروح بنجيب اسخف شي بالحياه وبنبلش نتمسخر عليه، يعني بتجي بعتوا لي فيديوهات نعمل عليها رياكشن مثلا تروحوا تشوفوا انتم فيديوهات هي مثل تبع ناجي القاق الاول اح والاي مثل هيك فيديوهات مثلا. فالمهم فيا ريت تبعتوا لنا هيك ايش في عندكم هيك فيديوهات تحسوها بومباستيكيه جميله يعني ممكن نعمل عنها، او تبعتوا لي شغلات اكتبوا ليها بالتعليقات بنجربها، يعني مثلا طريقه فرشاه اسنان، يا اما هيك نعمل شيء مثل ما يقول مختلف شوي، بس ولكن بطريقه كرييتيف طبعا، مو انه لا تفكروا انه سخيف جدا، بس لا بعتوا لي شيء سخيف وانا رح احاول انه استنبط منه شيء ابداعي، تمام؟ قصدي بهي الفكره. بس هذا حبيت احكي لكم اياه، هذا الموضوع جدا مهم، وهلا بنرجع بنكمل هي بالنسبه للفيديو اللي راح يكون مو بكره لاني بكره تبع شحنات، اللي بعد بكره الثلاثاء تقريبا، وان شاء الله راح احط لكم راح يصير عندكم فيديو اسبوعي، كل اسبوع راح يكون في فيديو لبابجي وفيديو لمحاكي الشحنات وفيديو لمحاكي السيارات هاي المزرعه،
وفيديو لفورتنايت تمام، فيضل عنا 3 فيديوهات بالاسبوع 3 ايام. فعم بفكر احط يوم هذا اللي قلنا لكم عليه انه اح والاح وما بعرف ايش تمام، فا او هيك شغلات مثلا شغلات تافهه او شغلات انه ما بعرف انتم ايش هيك اخطر في بالكم، فانا بدي اترك هذا اليوم دائما مخصص لكم تمام. يعني انتم تعطوني افكاره وبقول انه هذا الفيديو من افكاركم انتم، انتم اللي بعتوا لي اياه، انتم اللي اقترحتوه علي تمام. اي شب اي حدا عنده فيك فكره يقترح علي ينزل لي اياها اكتب لي اياها تبع التعليقات، وانا بحاول اخذ هاي الفكره وانفذها ان شاء الله تمام. هي نمبر 1 ونمبر 2 بنكمل اللعب. نروح على هي السياره طب تمام. الله نسيت يا شباب دايما مين تذكرنا ايش بدنا نعمل. بدنا نروح هلا منفضي هاي ونحاول نعبي بهي في محدا من النوعين، نشوف وين نروح ندفر ونبيعه او شو شلون نلاقي له تدوبيره. تمام يا شباب هلا هون مثل ما يكون شايفين، خلينا قبل شوي نقرر ايش وين نحمل. خلينا نسكر هاي الخريطه. هون في عندنا 6 و6 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 و5 ستات، 5 و5 ستات، ايه 5 ستات معنا 5 ستات هون، يعني تقريبا 66,666 ما شاء الله. وهون في عنا 16,000 طبعا انتو بدنا نجيب هذيك لهون ونفضيها من هون تمام، نعبي هذيك وكل حاله ما في اوت اساسا، الاوت كله من الطرف هذاك حتى وما في اوت. وين الاوت يا معلم؟ معلم ما بغيرهم اوت واحد بس، بس المصيبة يا معلم انه هون الاوت عمي فاضي. المهم يا شباب على ما يبدو انه ما نقدر ناخذ، لان هي 6-0 وهون 0، فليش 0؟ I don't know. يعني بدنا نصبر لنا شكلنا شوي كمان. صارت هي 70,000 ما بعرف وين عم تروح البضاعة، ما في غير هنيك اوت واحد بس، او شكله هدول مثل انها عم تتخمر يعني، وبس تخمرت تجي لهون الله اعلم ما بعرف، لان حتى المنتج اللي راح يطلع لحد الان غير متاح يعني. يعني اذا اخذنا من هون وين هي؟ هون. اذا اخذناها من هون شوف هون سكر بيت هون، فما بعرف هي وينها. فلذلك شكله ما خلصنا وحاسبين حسابنا انه اساس نجي، فخلينا نروح انا برايي نروح على الماب الثانيه نسوي لها ريفيو، لان صار الفيديو شوي طويل وحكينا كثير صراحه. صح صح هيك حاسس ما بعرف. لقد فتنا مره اخرى يا شباب، وعلى ما يبدو انه في مشكله بالتليفون عندي. المهم اوه بيك اب، واو اه يا معلم فخم بيك اب، لا واحمد كمان نايس. اول شيء نشوف شو عندنا اراضي حلو، معطيني الارض 3 وش هي كمان هون حلو، في هون شيء معطيني، خلينا نروح نشوف شوي. اول شيء نروح نشوف هون ايش شو هذا اللون، هذا معمل انه معمل يا هلا وايش هون حلو. هذا هون معمل معطيني اوكي، متوقع هذا معمل يحول العشب او البوش. اه حلو هون يعني مثل بدك تقول انه اكثر شيء تحتاجه هو هون محل ما تحط السلوري بيطلع لك بدل، وهذا كلام اتوقع ما بعرف بعدين ايش تطلع الماكينه وايش مضمونها، فيعني اتس اوكي مين. وطبعا هن عاملين طريق ترابي نايس نايس نايس. طيب في شيء هنيك ما بقدر اصل لعنده لا. طيب في هون عندنا كمان مكان للحيوانات، بس طبعا الحيوانات مو لي اكيد يعني هذا المكان اكيد يعني اكيد، بس على كل حال خلينا نتاكد نحن لمين هذا. واو هي الي نايس، تعال نجرب نشتري حصانين. اه الي هي ايوه والله انا مفكر ما الي. حلو وفي عندك طيب ليش هون على الخريطه ما يطلع الارض الي؟ اه جزء الارض ما الي بس الاماكن الي. والله شكله يا معلم اه والله يا لقيت لقيتها والله شكله يا معلم فيه، شكله يا معلم هاي المنطقة لي كمان. وين الغنماتي؟ اوه وين حرش مكان الغنم؟ لكن ايش هو هذا؟ اه هذا مثل هيك مثل شلون نسموها يعني؟ يعني مثل زريبة داخلية وزريبة خارجية، مثل هون بدخل الاغراض ومثل مساحة العمل تبعتي وهنيك النيبوكو. نايس جميل جدا حلو. طيب هلا بانه تقريبا احنا استكشفنا الارض وهون عندنا ارض مستطيلة ما هي حلوة ابدا هي، بس يعني ممكن نحن نتحلى المنطقة كلها اذا بدنا يعني. بس ما في شيء مهم تاني. طيب خلينا نروح نحن هلا حاليا الى ارضنا هون محل ما كان عندنا هون سيارة الشحن لايك هاو. طبعا احنا قبل شوي طلعنا لفوق مثل القرد. خلينا نشوف ايش في عندنا هون بضايع. والله ليش ما عم تتفضى يا شباب؟ اي دونت نو. المهم مالنا فيها، ما راح نوجع راسنا كثير. هلا نيك البيت حلو والبيت كان تبعي طبعا
طبعا طبعا هون نشوف ايش حاطين بكلها. يا حجي حجي ها فرح انت ضل كابس يعني ها فتح ليه ما بتفتح الدرابية؟ المهم بس تريلتين مش هتضم فاضي اثنين تقول مانا يعني مثل ما يقول كرياتيف او مهلون اهمية جدا كبيرة. الله على التكنولوجيا الله على العلم الله على التتول الله الله بس بكره يحطونا كمان فواتير كهرباء بس هي الحساسات لله ما شيء زيادة يعني صراحة. بالدولاب حلو 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 نايس جميل جدا جميل جدا جميل جدا. اوه ها في هون عندنا حصاده هي اتوقع مثل تريلا بتشيل اغراض فيها انه تنجر ورا التراكتور او شيء يعني اتس اوكي. عندنا تراكتورين بحجمين مختلفين ان شاء الله هالكوتو هاد يعني وعنا حاسه عطلان ولا ايش ليش هيك كذا وتشوف ما بعرف حاسه عطلان يا اما دولابين وهذا كان دولابه من الدولابين مثل هاد فهن فاكينه مسوينه مثل هاد. والله هذا شوف 8370 هاد 8400 ار يعني تقريبا كان مثل هالشكل. المهم طبعا البوابة ما تنفتح. حلو يعني جميلة لا بأس فيها بس ما انه ما في شيء من هون يعني هون ما في شيء تاني عنا بس في هون كانت حاطين شيء مكان لان يعني ممكن المكان تنزل فيه بضايع. يا رب يا رب العزة يا رب يا كريم يا رحمن يا رحيم. الطريق كلها ترابية طبعا هذا الجدير بالذكر والمهم جدا لازم نحكي فيه. أراضي واسعة جميلة جدا يعني ممكن ناخذ راحتنا بالراحة والرجعة. الماب شكله اللي مسويها ما كتير يعني دقيق يعني المهم بس اشتغل والارض كلها عشب ما شاء الله. اوكي الله يعطيك العافية يا معلم مالك موجه راسك حتى يضل فيهم شي زراعة. طيب زراعة شنو يا معلم يعني مثل ما نكون شغال ايش موجه راسي انا رايح اذا الارض كلها طلع ال 14 ما اكبرها. والله شوف احكي لكم صراحة هلا بانه خلصنا هيك دورة بالماب وصار لي ساعة بدور محل الجيج ما راح القيه فخلينا نحكي فيه بشكل صريح جد يعني الماب كتقييم ماب. في عندي مكان هون تحت كمان تربية غنم انا ماني منتبه عليه فخلينا نروح لعنده ركن. فالماب كماب كماب كتشكيلة ماب جميلة بس ولكن الخدمات فيها جدا سيئة جدا جدا صراحة. يعني في شغلات حاطينها انا ماني فاهم يعني ايش محطوطة اساسا يعني مثل كثير اشياء مش كيش اعدلكم لعدلكم يعني مكان للبيع والشراء السيارات متجر متغرم والناس ما في مكان مثلا لو واحد بده يتدين بنك ما في. الشيء الثالث اللي ما موجود شفت فيه المسافات ما هي محدده يعني خلاص انه هاي المنطقه لكنه تقدر تشتغلهم براحتك يعني هي صفت مثلها مثل القطع الصغيره اللي مالك فهمان شيء فيها بس ولكن هون في مكان. هذا بيتي من ورا نايس حلو والله قلبت عليه من ورا مثل لما تدخل انت على ماب شو بدي اشرح لكم اياها المابات هذول صغار ما مبين ارضك من مي ارضك ف تقييمي للارض سيء صراحه يعني انا ما بعرف انا ما عندي مشكله بالعافيه بس مو كثير يعني صراحه مش كوني معكم صريح يعني ما راح ارحب ارضي هذيك كرمال هاي الارض لانه هاي الارض اساسا ما بتفتح نفسك على اللاب يعني هذيك فيها خضار كثير فيها شجر كثير جميله بشكل جدا كبير ورائع فهون ما في هالكم هذا فلذلك بعتذر انه بنزلكم عنها بدكم العب لكم فيها شوي نزرعها نحصده او ثلاثه نحصدها ونزرعها بدكم انزلكم عنها فيديو ما عندي مشكله. كونوا هون وصلنا نهايه الفيديو لا تنسونا من اللايك والاشتراك وصلنا في فيديو جديد وحلقه جديده واهم شيء ما تنسوا اللي حكيت لكم عليه بدايه الفيديو تعطونا افكار للفيديوهات اللي راح ننزلها ان شاء الله هاي هي تسموها انه شيء سخيف بس ولكن ناخذ منه شيء نستنبط منه شيء مهم جدا تمام. ورايكم بالماب اذا عجبتكم حتى انزلكم عنها فيديو ما عجبتكم كنسوا على الفكره وكنسوا على كل شيء وقولوا لي كمل بالسلسله تبعيتك وكمل بديك الماب بس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته باي باي. لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وادفع على خدمة الجرس علشان يوصلك كل جديدنا.